بسم الله نبدا اكتشافنا لسوق نزوة. اذا في كل جمعة صباح لازم تجي في الصباح الباكر باش تحضر واحد الشيء اللي يقول له المنادات ولا العرصرة في سوق الاغنام. تتغير الوجوه والامكنة ويبقى الانسان العماني كما هو ببساطته في الحياة، واكبر دليل هو المنادات الباقية لحد الان. الكل حرص على ان ياتي السوق باكرا لحضور المنادات، ومن لم يجد مكان فأسطح السوق مكشوفة يمكنك من خلالها مشاهدة العرض السينمائي. حماس كبير، كاميرات في كل مكان، السياح مستمتعين ومندمجين مع الشعب العماني. فالقضية هنا ليست قضية بيع وشراء فقط. ما سترونه الآن يوجد إلا في سلطنة عمان. في هذا المكان بالتحديد كل جمعة على السادسة صباحا ولا بعد الفجر يكون هذا هو الموقع الاستعراض لموقع بيع وشراء الغنم بطريقة المزايدة ولا بطريقة المنادات. موقع الاستعراض راح يكون هنايا، يعني الناس راح تتمشى في هذه والشعب والجماهير راح يكونوا منه ويتفرجوا، حتى دايرينهم مقاعد شوف وين يقدروا يشوفوا. فراح تكون ها لهنا، اظن انه بقات واحدة فقط خلوها وراحوا هربوا. خلوك وحدك، خلوها وحدة. ما تقريبا واش راه يصرى امامي هنايا، يعني حاجة غريبة وعجيبة، حاجة تميز بها سوق نزوة خصيصا هذا، والناس والسياح من كامل العالم يجوا يشوفوها ويجوا يمروا من هنا بالاغنام تاعهم اللي عاده ما تكون جميله جدا. بزاف سياح ناس هنا منبهرين جايين يشوفوا هذا العرض. تحس كانه عرض اكثر من هو بيع وشراء، يعني شو هو. حتى لو انت شفت عدد المتفرجين اكثر من عدد المشترين. والله صحيح. سوق عامر بالحياه، وربما هذا ما يجعل زياره سوق نزوه تجربه فريده ومهمه لمن يزور عمان وينوي رؤيه حياه العمانيين بلا وساطه وعن كثب في أعرق وأهم أسواق السلطنة، سوق نزوة. ما شاء الله، يعني واحد السلالات جميلة جدا، خاصة سلالة صلالة هي هذه تمت مبايعة. هذا وهذا. وهذه طريقة فحص الخبراء للغنم إن كان جيد أم لا، لكن طريقتي أنا لا علاقة بالميدان. ممكن أعطيهم سعر؟ يمكن. ستة؟ لكن أي سعر؟ أي سعر؟ خلاص. الله يهديك. شوف هذا جميل هذا. 40؟ كم؟ 40؟ 60. حلو. حقسوا. 40. بعد النقصة هذه ما هي؟ ما حد اليوم ينازعونه بعد. ما حد. لكن الحمام فيه. لم تتم الصفقة. ما تمت الصفقة. كم هذا؟ ايش الشيء اللي يخليها غالي ثمن ولا الناس تحبها؟ فيها لحم واجد. لحم؟ ولا الجمال؟ جمال الجمال هنا. جمال ايضا. هو الاثنين، يعني يعتمد على الشاري، في بعضهم يشتريه لقطنا وبعضهم يشتريه على طول السلخ. زايدة مع البيضة. مقبلش هذا 76 ريال. 76 ريال. كل واحد يجيب غنم ماله بتاعه. في اشخاص محددين هم اللي عرضوا هذا المنتج او الغنم هذا. العارضين يعني اللي يعرض الغنم ليس ملكه، ملك شخص اخر. لا فقط هذول ياخذوا عموله. عموله ياخذوا مقابل مثلا نسبه 10% من قيمه الغنم. الغنم مثلا هي ب 100 ريال. هو ياخذ 20 ريال حسب الاتفاق. حسب المزايده. حسب المزايده. احيانا ما يتفقوا على سعر فخلاص يرجعها لصاحب صاحبه. جماعه في هذه الساحه، هاي الساحه اللي فيها الاغنام، ماشي في الداخل اللي وين يستعرضوا، هنايا وين يتلاقى الدلال اللي يبيع مع المالك، فيتفاهموا على سعر يعطيه، يروح يراه يعرض في المزاد تاعه، يعرض السعر اللي جابه يدي منه عموله صغيره.
يعني هنا يتفاهم يدوه هنا يدوه ويدخلوه لقاعة الاستعراض. في بعض الأشخاص عندهم حصى صغير لا؟ لا ما شفته. ها؟ ما شفته؟ لا ما شفته. يرمي هذا الشخص؟ أنا بجرب. آه جرب. يجي الحين هو. أساس ينتبه هو يمكن أنت ما لاحظت هذا الشيء. ما لاحظت والله ما لاحظت شيء. لأنه على كثرة الأصوات ما ينتبه ولا الأشخاص. فهذا الحصى الصغير للتنبيه يعني. للتنبيه. أيوة. ممكن هو ما ينتبه لك. ضرب هذا ويجي. ممكن أنا أجربها. جربها. هاي هو. خمسة وخمسين. لا تورطه هو يجرب يجرب. لا تورطني. خلاص ممتاز. أرغانم راح نشوف هذا شعر جميل. جميل هذا ما شاء الله. هذا رحبي؟ رحبي هذا رحبي؟ لا جامودي. آه جامودي. جامودي هذا جامودي. جامودي شكرا. جميل جميل. صورني؟ آه؟ صورني؟ صورت؟ آه صورت. يا بعد فعريان. قال لي صورت لي خلصني. اللي الحين دخل. باع واحد راح يجيب مجموعة ثانية. أيوة. هذا اللي الحين جاي مع ماسك ثنين. هذا جد. جماعة هذول اللي بيعوا يقولوا لهم الدلالين. دلالين. 148. هذا يعتبر عرض يعني يفوتوا من الناس في الشو رافدين الغنم تاعهم ويعرضوه واللي يعطيهم سعر أكبر ياخذوه. هاي اللي تمت هنا صفقة هاي لصفقة صفقة واحدة. يربوا على أساس الجمال تاعه. فكاين الجامودي وكاين الرحبي. خاصة الرحبي هو من أفضل السلالات واللي تأتي من صلالة يعني من الجنوب. فراح نوريكم بعض الأنواع من هذا الجمال تاع الغنم. هي عرصة تسمى يتم بيع الأغنام هنا في الأغنام والأبقار بعد. يا جماعة لو تلاحظوا يعني الدورة هذه تاع الاستيراد زادت كبرت. علاش؟ لأنه جابوا أبقار الآن. زادت كبرت ما يدخلوا يخافوا. أول كان أغنام صغار. شوف القرون هنا يقرب هناك وما ينطحوا. جماعة في الأول كانوا أغنام صغار. فكانوا مقدمين بزاف اللي يهضروا كاع حربوا وخافوا لانه جاوا الابقار. هذو ممكن يسموهم تيران. هذا تيران تو بعد يدزلين. بعد بيجوا تيران. يجي تو بعد الجماعه راح يجوا تيران الان. الله جماعة والدلالين اللي كانوا يرابدين الغنم نفسهم هما اللي يجيبوا التيران. نفسهم. وفي بعض منهم مشهور. صحيح. يعني يعرفون كامل الناس اللي راهم هنايا. مثل جميع المناطق. يا مثل أبو سالم. تعرف أبو سالم؟ أنا بعرف أبو سالم. وش يبيع أبو سالم؟ تعرف كم يصل أسعارهم؟ التيران؟ يوصلن 400-500 على حسب الثور. العماني الثور العماني يوصل 500 ريال. 500 ريال؟ في الأعياد يوصلن 1200. وهذا ما يعادل بالدولار 3000 دولار أي بدراهم نحن 60 مليون. تخيلوا. ولو تتذكروا الغنم قلت لكم يصل سعره حتى 400 ريال أي ما يعادل 1000 دولار 20 مليون بدراهم. في الغنم في المناسبات 1200 ريال بس. في الغنم يعني معظمهم يشتريهم على أساس تربية. أيوة. والتيران أيضا. بس اليوم الأغنام رخيص واجد. أوه مليون فوقهم. نعم اليوم رخيص واجد. فاللي اشترى الآن اللي اشترى اليوم دير لافير. أمور طيبة. الغدا عليه. الله الله. أن الدرون حلقت فوق رأسي وأنا أتكلم، وهذا بفضل الرائعين الصديقين الموهوبين صديقين الرحلة محمد الهامي محمد الهاشمي. ما تنسوش تابعهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وصلنا إلى آخر الفيديو لكن ما وصلناش إلى آخر مغامرتنا. مازال رحلتنا ومغامرتنا متواصلة في سوق
نزوه. هناك العديد من الأشياء رح نكتشفها مع بعض في الأسبوع القادم. ما تنساش تشترك، تخلي تعليق، لايك، سليك.